مشاهدي قناة الشروق نيوز، أهلا بكم من جديد في برنامج الشروق مورنينج. فقرة الرياضة دائما حاضرة معنا، مع نوال مقطف. صباح الخير نوال. صباح الخير جهيدة. صباح الخير مشاهدينا الكرام. إذا جهيدة، اليوم الحديث سيكون عن فريق يعني صنع المفاجأة هذا الموسم بتحقيقه لوصافة ترتيب البطولة الوطنية وبعدم انهزامه منذ 23 جولة، ويتعلق الأمر بنصر حسين داي. لهذا الغرض نسعد باستضافة أحد صناع هذا الإنجاز وهو اللاعب مهدي الورتاني. صباح الخير مهدي. صباح الخير، ميرسي بوغ لانفيتاسيون. نعم، اذا بدايه مهدي، نقدر اول سؤال يعني كيفاش كانت هذه النتائج اللي حققتوها يعني وصنعت المفاجاه؟ ولا واحد كان ينتظر ان نصر حسين داي يصل الى هذه النتائج؟ اول حاجه الحمد لله، حاجه ما كانتش سهله، خدمنا بزاف سنه، كان ستاف تكنيك جديد وبزاف لي جوار جدد، وخدمنا بزاف لا بريباراسيون كو سوا في لا كوب اراب ولا من بعد لاكوب اراب مع البرومي انترينور مسيو نبيل نغيز اللي عمل خدمه كبيره، و سي بلال زيري كي في ان غران ترافاي، والحمد لله ان شاء الله اللي جاي خير. نعم مهندس، هذا الانجاز هذا الموسم هو يبقى يعني بدون منازع بلال زيري، اللي يعني اللي عنده واش نعرفوا عليه انه عنده علاقه طيبه مع اللاعبين ويعرف كل لاعب لانه كان لاعب وكمل لا كارير تاعو حتى 38 سنه. امينه، ان كان جاهز بورتري بلال زيري اعطيهولنا نشوفوه وراجعين. طيب نواصل، رايت ما يجهز البورتري. اذا رايت ما يجهز البورتري، احنا نتحدث على احد صناع هذا الانجاز، يعني 48 نقطه هكذا، والمرتبه الثانيه يعني موازاه مع شبيبه الثوره. صحيح 48 نقطه وني دوزيام في الكلاسمون، مازلنا دو ماتش، وكما قلت لك حاجه مش سهله، خدمنا بزاف ما جاش باغازار، وزاد عندنا 21 ماتش سون ديفات، ودالي لو ريكور هو في الجزائر هو 21 ماتش. ان شاء الله نكملوا هكذا، نخدموا بزاف ونفرحوا الجمهور النصريه، وان شاء الله نلعبوا على دوزيام بلاس ان شاء الله. نعم، واش هي علاقتكم ببلال الزيري؟ بلال الزيري كان جوار كبير الناس الكل تعرفه في الجزائر، وزاد هو قريب بزاف لي جوار، وعمل خدمه كبيره سواء في التيران ولا في المخ تاع لي جوار. خدمنا عمل بازيل الخدمه تاعو في النيفو بسيكولوجيك، ويعرف كيفاش يهدر مع لي جوار وقريب لي جوار، عباره خونا الكبير. نعم، ربما التقرير جاهز. جاهد مازال نوصلوا النقاش. نعم. لما يوجد هم يقولوا لي الان. نعم نعم، وصل الحديث عن بلال زيري، يعني اليوم الحديث عن بلال زيري لانه رغم انك معنا لانه احد صناع هذا الانجاز، وحنا كنا تنقلنا الى ملعب 20 اوت وتحدثنا مع بلال زيري، يعني اللي كان شفنا يعني العلاقه في الملعب بين بلال وبين يعني معظم اللاعبين، خاصه اللاعبين الشباب اللي طالهم ربما يعني هذيك الثقه اللي كانت ناقصتهم. راهو وجد البورتري، نشوف البورتري تاع بلال زيري ونرجع نواصلوا النقاش. جي كومونسي الفوتبول في نصر حسين داي حتى يعني سينيور، وين مشيت سي تافي نورمال، وين نسكن تماك في الحي يعني قريب البن سيام، يعني واش مديت هنايا، ومن بعد رحت انتقلت لاتحاد العاصمه. انا قضيت معاه بلوس دو 10 اكثر من 10 سنوات في اتحاد العاصمه، وين سيتي ان اكزومبل بور لو فوتبول اون جينيرال، سيتي ان غران جوار. ما نجمش نعبر لك باسكو وين تسمعي في الزنقه يقول لك بلال ماشي سيريو، انا نجم كونفيرمي لك بلي بلال الاولاني اللي يكون حاضر في في التدريبات. بافيك موديست اكسبيريونس تاعو ان شاء الله نعطي حوايج الملاح اللاعبين، سورتو اللي راهم هنا سوا لي جان سوا اللي راه يعني
ديمي جانيتو ان شاء الله نعطيو لهم حوايج باش يديروهم فوق الميدان ان شاء الله. بلال الجزيري ما عندي ما نقول عليه بون ابار سيت ان كرون جوار اللي تي ان كرون جوار وغني عن التعريف. فيما يخص في مجال التدريب غير كياني نوطيني معاه، انا ديجا خدمت معاه في ام الاربعاء تما نعرفو على كالك جوار، يعني سيت ان بون بروميير مسلم بيرسوناليتي الله يبارك، ناس مربي ويعني يحب الميتي تاعو، سيت ان كالك بون بيسيو كوراجو عنده لا فولونتي. يا عمري توجور فابوري يلي قلبي يا واد فاد لا فاتي ان شاء الله فيكتوري ديرو لابولي في كل مكان معاك يا الميدا حانتي يا عمري توجور فابوري يلي قلبي يا واد فاد لا فاتي ان شاء الله فيكتوري ديرو لابولي في كل مكان معاك. في 2010 2011 اللي بديت التدريب، ما يخفالكش باللي يعني كنت نجوز في لي ديبلومون دونك كنت جوار، يعني في 2008 اللي بديت 2010 حبست كرة القدم، وانا اليوم ابارتي 2011 وي وانا راني في لاكارير تاع اونترينور هادي، رانا في بداية المشوار ان شاء الله، يعني كل يوم نحسنوا ونديو معلومات على الناس يعني اللي فاتونا في اللاج اللي بداو قبلنا واللي راهم حبسوا بوتات، توجور نديو عليهم حوايج وين نستفادوا بهم. سي تان جوار قلت لك اكزومبلير وين ترافاي سيريوزمون، سي بور سا ما حبس صغير حبس لا كارير كبير، 38 حبس لا كارير تاعو وين دار اون تري تري غروند كارير. سي نورمال وين شاك مدرب يعني سوا كبير ولا يعني اللي خدمت معاه تدي عليه النظره وتدي عليه يعني حوايج الملاح وتخزنهم عندك من هنايا وتزيد تاميليوري روحك شاك فوا. ان اونترينور كوم يعني لا ميدسين وين ما تحبسش يعني اليوم توجور كاين دي ميثود جدد توجور كاين حوايج جدد. احنا نقولوا نديروا كارير تاعنا مام ولا حبسنا الفوتبول كاع هيتيك، يجي نهار وين يعني مازال الناس تطور في الفوتبول تطور ان شاء الله، يعني نكونوا يعني توجور اونيسي دو اتر لا باج ان شاء الله. كوم اونترينور خدم مع دي كرون اونترينور في الفلوس ما على غير كوربيس فيليد ولا غير يهضر معايا ويعاوني بزاف، وين ما نلعبش ولا يهضر معايا يقول لي علاش كذا فوالا واش ما دير واش ما ديرش. ماشي غير انا كاع لي جوار يحكموا امي، انا طونك جوار كيحكمني هكا زعما كيكون ديغوتي مورالمون يشدني واش كاين علاش راك ديغوتي كاش ما رانا هنا نعاونك. بوتات ماشي منرفي بوتات جو مون كومبورت يعني نعيش المقابله سي تو طافي نورمال شاك اونترينو كيفاش يمشي بوتات واحد كي يبدا يكبر يبدا يترزن شويه تو مي جو مون كونترول يعني جيساي دو كونترولي صافي مي جي ان بروبليم لي بيدي بزاف نلعب بيدي بزاف مام والدي الله يرحمهم نهضر معاهم بيدي سي سا يعني ما نقولش بروبليم هادي هي العاده اللي عندي مي جامي ولا ندير حاجه يعني تكون اونتي سبورتيف لا ما نحبش نديرها. ربي يوفقه في المسيره التدريبيه تاعو ان شاء الله يكون ان غران ترينر كما كان ان غران جوار. ربي يوفقه رانا معاه هنايا رانا نعاونوا فيه وندعموا فيه موراه وان شاء الله عنده كلمه تاعو ان طونك مدرب ان شاء الله نكلاسيو في البوديوم ان شاء الله وبوركوا با هو اللي يكون اونتينا برينسيبال. عاوني وعاون كاع لي جان مدرب اللي يحب لي جان اللي يحب يخدم يحب يروح بعيد في لاكارير تاعو كوم اونترينور ونتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. انا لا فيريتي والله جيم بيان سون كومبورتمون باسكو انا طون كو سون غارديا كي نكون في لي بوا نشوفو هنا في لي ماتش قاعد هنا يكومبورتي هكاك شغل يعطيني الحماس ديغو سيميوني تاع اتليتيكو مدريد. Sure.
الملاحة رجعتونا ملاحة حسين داي لأول مرة في تاريخها، يعني كان صرح بلال زيري مباشرة بعد مباراة مولودية الجزائر أنها في أول مرة في تاريخ النادي تحقق 40 نقطة وتحت صدارة وصافة الترتيب، والآن راكم ب 48 نقطة. يعني كي تشوف هكا المدرب تاعك وكي تشوف زملائك هكا واش يقولوا عليه أنت، واش تقولنا عليه كلمة على بلال؟ كما نشوفوا في ليزيماج في البون دو توش سي بلال زيري حار، تقول عليه حاب يدخل في التيران يلعب معنا، يموتيفي في لي جوار ويروبلاسي في لي جوار كسوسوا في الماتش وفي لونترينمون، زاد ديما يدخل معنا يلعب. سي ان انترينور امبيسيو طموح، يعني ديجا طموح، كان ديجا جران جوار من غير ما نهضروا عليه ان تانك جوار، الناس الكل تعرف كاريتي او الجزائر كامل تعرف بلال زيري. ان تانك انترينور هو حاب يخدم، يحب يتعلم، امبيسيو بزاف، يحب يمشي لبعيد وعرف كيفاش يموتيفي لي جوار، وعطانا امبيسيون سنا هي البوديوم، قال لنا ديما لازم تشوفوا الفوق ما تشوفوش اللور، كيما كان جوار هو يلعب ديما على لي تيتر، وزاد ينسيستي بزاف على البروفيسيوناليزم تاع لي جوار، هو بروفيسيونيل بزاف في مخو، يحبنا بروفيسيونيل، يهدر مع لي جون مع الكبار، وحاجه مليحه الملاحه ونشوفوا فيها في لي ريزلتا الحمد لله. نعم، وبلال زيري بالجهيده لعب في البطوله الفرنسيه، البطوله التونسيه، البطوله القطريه، ولعب في اتحاد العاصمه وكذلك في نصر حسين داي، هو ابن الفريق، يعني هذا ربما زاد له عزيمه يعني باش يوصل بهذا النادي الاصلي تاعو الى هذه المراتب. وكان زميلك الحارس قايا مربح كان معنا هنا في البلاطو، ويعني قبل ما تلحقوا المركز الوصفه كان قال لنا اننا نستهدف هذا، يعني الهدف تاعنا هو مركز الثاني. يعني محمد خوخي كان ضحك شويه لكنه قالنا هذا هو الهدف الهدف تاعنا، وصلتوا للهدف وربما مازال مقابلتين. ما تشوفش نعاود نقولوا الان الى اجواء البطوله، ما تشوفش انه فوز شبيبه الثوره في المباراه الماضيه امام او في الجوله نفس الجوله اللي لعبتوها انتم في الجوله 28 امام اتحاد الحراش ربما اخلط حسابات نو نحن ما نشوفوش لي زيكيب الاخرين، نحن نشوفوا في الملاحه، احنا الدوزيام عندنا لي ديستي انتر نوما كره في ساقينا، مازلنا دو ماتش، نحن قدام ثوره مازلنا دو ماتش ولازمنا ما نهبطوش كونسنتراسيون تاعنا، مازال ما ديرنا والو مازلنا دو ماتش، ان شاء الله نربحوهم، كان نربحوهم دو ماتش احنا نكملوا دوزيام. مازالكم مباراتين صعبتين، عندكم ديربي امام شباب الوزاد وعندكم خرجه الى الانديه في اخر جوله، يعني الديربي هذا اللي كانت نصر حسين داي احنا نعرفوا لسنوات، يعني كان شبح الاسود لشباب الوزداد، لكن في السنوات الاخيره خلاص هذاك صحيح اما في ماتش تاع فوتبول ما فماش فافوري، كل ماتش هو ماتش، سيربي كيف مليحه احنا لازم نكونوا كونسونتري مليح، وكما قلت لك ما درنا والو، سقينا في القاعه ونديروا ان غران ماتش ان شاء الله، كان هكذا اللي درناه ما يتيحش في الماء كما نقولوا، وملي خدا ليكيب سي بلال زيري نحن كنا اللور كما قلت هدرت مع قايا، هو ديريكت قال لنا لازم نلعبوا على بوديوم. نحن من الاول قلنا كيف اوني بريسك اون با دي تابلو، نلعبوا على بوديوم، هو كان امبيسيو وعرف كيفاش حطنا الامبيسيون في مخاخنا، والحمد لله نحن درك الدوزيام ان شاء الله، واستهداف المشاركه في منافسه افريقيه الموسم القادم. يعني بيان سور حاجه، هذيك حاجه كبيره، شامبيونز ليغ، و ان شاء الله نربحهم لي دو ماتش ومن بعد نهضروا على هذه الحوايج ان شاء الله. جيدا نخرجوا شويه برك نهضروا عليه، انت كمهدي الورتاني لاعب التونسي اللي يلعب في البطوله الجزائريه، لو باركور تاعك يعني هو ابن المدرسه الفرنسيه، بديت مشوار تاعك في نادي اولمبيك مرسي، احكي لنا شويه على مشوارك من المدرسه الفرنسيه الى البطوله التونسيه الى البطوله الجزائريه. صحيح باش نقص عليك شويه، انا تونسيه ما زاد جزائري، انا شطر بشطر، بابا تونسي يما جزائرية، انا منحس روحي تونسي اكثر من جزائري. من اي منطقة؟ من وهران. من وهران، من بوحجر، من وهران اللي هي،
وعندي لا فامي كاع نتاع يما اللي هي في الجزائر، مش لا فامي في فرنسا. احنا شعب واحد، احنا شعب واحد واشقاء. اش روحي تونسي وجزائري الزوج. واش قلت لي؟ مارسي. نعم، المشوار تاعك من مارسيليا الى الفورماسيون تاعي في الاولمبيك مارسي دي لو بلو جون اج، وحتى لاج دو 18 عام. بعد 18 عام حبيت نتونتي اكسبيريونس جديده، بديت في تونس، مشيت تونس لعبت سينيور اللي هي 7 سنين ونص، لعبت في بزاف لي زيكيب، لعبت في نادي بنزرتي، المرسى، ستاد تونيزيان، المتلاوي، قروان، وبعد جاتني اوفر في الجزائر في الملاحه، قلت هذا بلادي زادا، صاي شفت كلش في تونس، خليني نمشي نشوف بلادي، الحمد لله انا فرحان بزاف اللي جيت للجزائر، سيت ان بون شامبيونا. نعم مهدي، قبل ما نلحقوا للجزائر نبقاو في تونس. اولا لعبت انت في البنزرتي التونسي، في الملعب التونسي، في مستقبل المرسى، ايضا في اولمبي الباجي، يعني بعد لعبت في الانديه الكبيره وبديت تحبط بالعقل الانديه صغيره، يعني واش صرا لك بالضبط من الانديه الكبيره الى نو؟ انا كنت ديما نصح لي كونترا نتاع عام برك، خاطر كنت عندي اوبجيكتيف في مخي نرجع لفرنسا، خاطر في تونس كي تصح 2 ans 3 ans صعيب بزاف يصايبوك لي زيكيب، ما تسوى والو، تولي تسوى بزاف دراهم باش يصايبوك. انا كل عام كنت صح ان اون، وكنت عندي لي زوفر في الاو تابلو، اما انا كيفاش نفهمك، انا حبيت نلعب في لي زيكيب هذوما خاطر نكون فافوري، نكون كابيتان، نكون مليح، وعلى الامبيسيون هذه باش نروح لفرنسا سيتو. نعم، ومن بعد كيفاش جات، كيفاش التحقت بالبطوله الجزائريه؟ او كان المانجر في الجزائر عيط لي قال لي كاين ملاحه كيب مليح في الجي تحب عليك. انا سقسيت شويه لي جوار لهنا في الجزائر نعرفهم، كيف امير سعيود اللي في الاتحاد العاصمه وديجا كنت نعرف البطوله الجزائريه عجبتني، قلت نجرب سي شامبيونا ونجي نشوف بلادي والحمد لله. كيفاش لقيت روحك؟ ديريكت يمون بيان اكوي في الملاحه، كانوا كلهم مليح، وملاحه ايكيب سي اون فامي و لادابتاسيون سي فات رابيدمون، خاطر انا كيما قلت لك تونس مش بعيد على الجزائر، كيف كيف شامبيونا شبه له بزاف والحمد لله. اون بليس قيت روحي ديريكت كي وصلت في الجزائر لعبت ديريكت تيتولير الحمد لله. نعم، ولا هضرنا الان على المنتخب الوطني التونسي، ما كانش عندك طموح تلتحق بالفريق الوطني التونسي او بالمنتخب الوطني التونسي؟ بيان سور كنت عندي طموح باش نلعب منتخب تونسي، دركا طموح تاع منتخب جزائري. نعم، لكن رغم انك لعبت في انديه كبيره في تونس، علاش ما التحقتش بالمنتخب قبل ما نلحقوا المنتخب الجزائري؟ علاش ما التحقتش بالمنتخب؟ لعبت في ليكيب ناسيونال اولمبيك في تونس مع لي جون، في السينيور ما عيطوليش، سي الفوتبول، واحد ديما يخدم على روحه ويستنى مكتوب ربي. طموحك الان المنتخب الوطني الجزائري؟ وي. نعم، اذا جهيدة ولا سالناك على المنتخب الوطني التونسي اللي راح يشارك في مونديال روسيا، كيف تشوف حظوظ المنتخب التونسي؟ المنتخب التونسي عندهم ايكيب مليحه وان غران ترينور نبيل معلول. كوب دي موند طاحوا في جروب صعيب سي فري كونتر لا بلجيك لانجلتير والبنما، اما في ماتش تاع فوتبول فما شيء صعيب، عندهم لوغ شانس كيف كاع لي زيكيب، وان شاء الله يشرفوا تونس وربي معهم ان شاء الله. نعم، الان جهيدة نحن على ابواب شهر رمضان الفاضل، كيفاش راح يقضي مهدي شهر رمضان في الجزائر؟ نبداو في الجزائر نهارين ولا ثلاثه خاطر الشامبيون يخلص لل 19، ومن بعد نروحوا لفرنسا، انا ديجا لهنا مع الزوجه تاعي، من بعد نروحوا لفرنسا حدا لا فامي في مارسي ان شاء الله. كملوا في فرنسا. اذا عمو الفرق بين حتى يعني في مارسيليا جهيدة شهر رمضان عنده تقريبا نفس نكهة شهر رمضان. شو نقولوا في مارسيليا في الجزائر؟ 49 49 مارسيليا. نعم مهدي، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة إن شاء الله نكملوا في الباركور هذا مع الملاحة، وإن شاء الله الجمهور يقفوا معنا حتى الفان سيزون. مازلنا 2 ماتش، ان شاء الله ربي معنا نكملوهم مليح نرفعوهم، وان شاء الله نكملو الدوزيام. وميرسي بوغ لانفيتاسيون سا ما في انورميمون بليزير. نعم، ومهدي الورتاني لاعب نصر حسين داي، شكرا جزيلا لك. يعني جهيدة اليوم نوضنا حتى وين راهم راحه اليوم، راكم راحه حتى الغدوه تعودوا الى التدريبات.
سمح لنا. شكرا جزيلا، شكرا جاهدة، شكرا مشاهدينا، والسلام عليكم. يعطيك الصحة ليك ولضيفك الكريم. إذا مشاهدينا تتمت فقرة الرياضة من الرياضة إلى الثقافة بعد الفاصل، ابقوا معنا.